وتسألوني، ما أعرف إنتوا أنتم موجودين، واضحة الصوت أو مو واضحة الصوت ماكو مشكلة. المهم المحاضرة مال اليوم هاي تعتبر المحاضرة ليكتشر 4. ليكتشر 4 هاي مداخلة بالميد، نمتحن الثلاث ملازم اللي عندنا سابقا، اللي هنا صار اربع محاضرات ثلاث ملازم. اللي راح يصير باكر بالاربع العصر حسب الجدول اللي نزل، جماعه البوابه الثانيه عندنا ريفيو لهم ونعيد تقريبا الماده. يوم الاربعاء ان شاء الله عندنا نتفق على فد وقت تصير في فد محاضره حواريه فيما يخص الكيمياء. الخميس نمتحن امتحان تجريبي، هذا امتحان تجريبي على مود انتو احنا نستخدم المنصة بالامتحانات ونشوف الامتحان شلون يصير. الاسئلة مال الامتحان شلون راح تصير؟ بما انه صار الامتحان هو كان الكيمياء حضوري، صار الامتحان على المنصة، فنتفق ويا رئاسة القسم ونسولف بيه ان شاء الله يوم الخميس الآلية شلون راح تكون مال الامتحان مال الميد اللي هو انتو حددتوه اول يوم. لهنا واضح، لهنا واضح، زين. اليوم راح نرجع نكمل اللي احنا بدينا بيه. كنا نتذكر بدينا بالكوانتيتيف اناليسيس واخذنا فولمتريك كالكوليشن، اخذنا رقم واحد الاسيد بيس رياكشن وعرفنا تفاصيل شلون نحسبه بالتايتريشن. رقم اثنين الاوكسيديشن ريدكشن رياكشن اللي اخذناه. اليوم عندنا التفاعل الثالث اللي هو precipitation reaction. من اسمه precipitation reaction هو عبارة عن تفاعلات الترسيب، يعني عندي مادة بالبيوريت اللي هي تايترنت راح تتفاعل ويا الانالايت الموجود بالفلاسك، بوجود الانديكيتر راح تعطيني precipitate اللي هو راسب، وراح تعطيني لون، هذا اللون راح يدل عندي على تغير التفاعل، وعلى على انتهاء التفاعل راح يعطيني اند بوينت. Quantitative precipitation can be used for volumetric determination اللي هو هذا احنا كنا نعرفه. الاكزامبل اللي اخذناه واللي هسه هم راح نشوفه شلون يتغير بتفاعلات الترسيب، AgNO3 plus NaCl راح يعطيني الـ AgCl اللي هو الراسب مالتي هنا اللي هو سيلفر كلورايد الراسب مالتي. هسه راح اشوفه يعني وين حيخدمني. The titration involve precipitation are called precipitation titration، وعندي نوعين من انواع two type of precipitation titration اللي هو direct و indirect. للجروبات البقية اللي ما لحقوا وكان انه اكو مشكلة بالمنصة، اتفقنا انه نعيدها ورا امتحان المد، نعيد هاي المحاضرة ونشوف عليها فيديو ورا امتحان المد، وبعدين نتفق انه انتو اذا اردتوا هذا الشيء هم اكو مشكلة. زين. A special type of titration involve formation of precipitate during the course of titration، يعني خلال التايتريشن راح يظهر عندي راسب. هذا التفاعلات اللي تفاعلات الترسيب precipitation reaction. The titrant react with the analyte forming an insoluble material. تفاعل التايتريشن الموجود بالبيوريت with الموجود بالفلاسك راح يعطيني insoluble material. And the titration continue till all amount of analyte is consumed. التفاعل راح يظل مستمر اللي هو يتكون عند الراسب نتيجة تفاعل الانالايت والتايترنت لحين انتهاء جميع المادة اللي انا اريد اقيسها الموجودة بالانالايت. Precipitation اكثر اكزامبل عليه اللي هو الكلورايد. خلينا ناخذ اكزامبل الكلورايد، يعني انا راح يتسمر عندي التفاعل الى ان جميع الكلورايد الموجوده بالانالايت تتفاعل، راح ينتهي التفاعل. وراح ايش راح يصير؟ التايترنت راح يتفاعل ويا الانديكيتر لانه خلص الكلورايد الموجود بالانالايت، راح يتفاعل ويا الانديكيتر راح يعطيني
راح تصير عندي الاند بوينت من خلالها اعرف انه التفاعل انتهى. اللي هو هنا شارح لي اياها the first drop of titration excess اول قطره بعد لاول قطره زياده بعد انه ما استغل او consumed all chloride react with an indicator resulting in a color change and indicate the end of titration. اول قطرات بعد الانتهاء من ديميلايت انه تفاعل راح يتفاعل ويا الانديكيتر وراح يعطيني كلر تشينج اللي من خلاله استدعي انه صار عندي الاند بوينت. بريسيبيتيشن رياكشن هذن الخمس نقاط هم مهمات. بريسيبيتيشن رياكشن must satisfy this condition. شنية الكنديشن شنية الخواص او شنية الصفات اللي لازم تكون متوفرة بالبريسيبيتيشن. نمبر 1 precipitate must be particularly insoluble. يعني الراسب راح يتكون يجب ان يكون تقريبا غير ذائب بحيث انا ممكن اسوي له فلتريشن وممكن اعزله وممكن استخدمه. 2 precipitation must be rapid. الترسيب يجب ان يكون سريع. اشوف اني مادة تقعد من تنخبط المادة راح يتكون الراسب اني. possible to detect equivalent point. اقدر من خلالها يعني بوضوح احدد ال equivalent point وال end point. number 4 و number 5 اللي هي method based on precipitation of insoluble silver is known as argentiometry. يعني شنو الطريقة المثل اللي تعتمد على السيلبر على الAG بالprecipitation action راح نصحها argentiometry. والطريقة الثانية اللي راح تعتمد على الزبق راح نصحها mercurometry. number 5 halogen can be determined by precipitation as sprungly soluble. sprungly اللي هو يعني اقل يعني اقل بشوي. or mercury salt HgCl2 and HgI2 is called mercurometry. التفاعلات البريسيبيتيشن اللي البيست مالتها سيلفر ننصح لها ارجنتومتري، والتفاعلات اللي البيست مالتها ميركروس الزئبق راح ننصح لها ميركرومتري. تايب اوف بريسيبيتيشن. Precipitation titration. هذا البريسيبيتيشن اللي اخذناه عندي ثلاث طرق انا استخدمها بالبريسيبيتيشن. الطرق تعتمد على شنو؟ انا كلها راح اسوي تايتريشن، يعني كلها عندي بيكر وعندي عندي كونيكال فلاسك وعندي بيوريت، اخلي ماده بالبيوريت، اخلي ماده بالانالايت، اخلي بالفلاسك راح يصير عندي تايتريشن. اذا المثل تعتمد على المواد اللي انا راح اخليها بالبيوريت والمواد اللي راح اخليها بالانالايت. اول وحده اللي هي المور ميثود، نمبر 2 الفولهارد ميثود، نمبر 3 اللي هي الفيجنز ميثود. المور ميثود قبل نفوت بتفاصيلها فنظرة عامة اللي هي طريقة من خلالها استخدم اللي هي من طريقة استخدمها لقياس الكلورايد الموجود بالانالايت. انا عندي عينة بها كلورايد ما اعرف ايش قد كمية الكلورايد، راح اخليها بالانالايت واسوي لها تايتريشن بالمور ميثود راح اعرف من خلالها كمية الكلورايد. هسه نشوف شلون. Determination of halide chloride with silver nitrate using potassium chromate solution as indicator. يعني المواد اللي راح استخدمها اني كلورايد موجودة
ويل انالايت التايترنت مالتي راح يكون عندي AgNO3 سيلفر نايتريت والانديكيتر بوتاسيوم كروميت. زين هسه البيوريت ايش بي؟ البيوريت بي سيلفر نايتريت AgNO3 الانالايت تحتوي على كلورايد. العائل الكاشف مالتي الانديكيتر هو عباره عن بوتاسيوم كروميت انه ينضاف في بداية التفاعل. باختصار المور ميثود انا اقيس به الكلورايد ايش راح يصير عندي؟ AgNO3 انا راح انزله من البيوريت. انا هنا بالانالايت عندي مادة بها Cl، اول ما راح يتكون لي AgCl. AgCl هذا راسي بتكون الى حد كل الكلورايد الموجود بالانالايت راح يستخدم. خلاص الخطوه اللي بعدها AgNO3 السيلفر نايتريت الموجود بالبيوريت واول قطره منه بعد انه ما انتهى كل الكلورايد راح تتفاعل ويا البوتاسيوم كروميت. ايش راح تسوي لي؟ راح تسوي لي سيلفر كروميت. السيلفر كروميت هو عباره عن مركب ذو لون احمر يعطيني العلامه انه وصلنا للاند بوينت، وصلنا للكوفالنت بوينت. نجي نشوف شلون. زين it is especially useful for determination of chloride the more method for determination of chloride precipitated silver chromate which is more soluble in water than silver chloride. يعني اول شيء تكون AgCl اللي هو insoluble، بعدين راح يتكون لي silver chromate اللي هو تفاعل ويا الانديكيتر اللي هو soluble. And the red color is due to silver chromate does not appear until all the chloride has been precipitated as silver chloride. إذا مثل ما قلنا بالبداية صار عندي سيلفر كلورايد AgCl، بعدين consumed all chloride كل الكلورايد انصرفت، راح يجي AgNO3 تفاعل ويا الانديكيتر مالتي اللي هو بوتاسيوم كروميت والثاني سيلفر كروميت اللي هو يعطيني اللون الأحمر الردش كلر اللي هو اللي راح يعطيني الدلالة على انتهاء التفاعل وصل للإند بوينت. زين تقريبا واضح شباب؟ واضح طلاب؟ نعم دكتور. هو انا هم اريد تقريبا لانه بعدين ان شاء الله هسه انه نجيب عليه فد رسم توضيحي ونشرحها هم بطريقه اخرى تصير اوضح، بس اللي انا اريد اعرفه مثلا المور ميثود هي كالاتي: طريقه لقياس الكلورايد، شنو الماده الموجوده بالبيوريت، شنو الماده الموجوده بال يعني شنو الانالايت والانديكيتر اللي استخدمته. زين هاي التفاعل هذا اللي صار بعد ما انصرف كل السي ال الموجود AgNO3 الموجود بالبيوريت اللي هو عباره عن السيلفر نايتريت تفاعل له ويا البوتاسيوم كروميت اعطاني هذا المركب اللي هو سيلفر كروميت، هذا اللي هو عباره عن ريد كلر راح يعطيني انديكيشن للاند بوينت اوف فراكشن. تمام زين. The sensitivity of indicator depend on هذا الانديكيتر مالتي اللي هو بوتاسيوم كروميت يعتمد على ال concentration of analyte، ال concentration اللي الموجود، ال temperature درجة الحرارة، hydrogen ion concentration found in solution، concentration of electrolyte، manner of observing the red coloration،
هذني الخواص او النقاط يعتمد عليها الانديكيتر، وبالتالي اللون اللي راح يطلع ممكن لون فاتح، لون طاخ، لون متوسط، هو اعتمادا على هذين النقاط اللي موجودات. الجروبين اللي يسمعوني الدي و اتش دكتور هاي هنا هي بس مجرد ملاحظات احنا ذكرناها. This method utilize, utilize معناته يستخدم. This method utilize chromate as an indicator. اذا الانديكيتر ما تشينه هنا هو الكروميت. Chromate form a precipitate with Ag with silver, but this precipitate has a greater solubility than that of AgCl. هسه احنا ذكرناها اول ما صار عندي AgCl، بعدين راح يصير عندي silver chromate اللي هو تقريبا ذائب، راح يعطيني الريد كلر. Therefore AgCl is formed first and after all chloride is consumed, the first drop of silver in excess will react with the chromate indicator give the reddish precipitate. يعني المركب الاول اللي راح يتكون عندي AgCl، وبعدها اول نقطة قطرة زائدة من ال AgNO3 نازلة من البيوريت راح تتفاعل عندي ويا الكروم ويا البوتاسيوم كروميت، وراح يعطيني سيلفر كروميت اللي هو راح يعطيني الريدش بريسيبيتيت اللون الاحمر. استدل من خلاله انه صار عندي 8 بوينت. يعني الفكره وما بيها انا عندي تايتريشن، التايتريشن بطريقه المور، المور يقول لي انه موجود بالبيوريت عندي اي جي ان او 3، واستخدم انديكيتر اللي هو بوتاسيوم كروميت، وبالمحلول موجود عبارة عن كلورايد آيون مرتبط انه انا شلون احسب اسوي بريسيبيتيشن، وراح اعرف ايش قد استخدمت من اي جي ان او 3. زين هسه الليميتيشن، الليميتيشن شنو معناته؟ بالضبط المحددات او الضوابط، يعني بين قوسين المعوقات اللي راح تواجهني بالمور ميثود شنو. هذني هم مهمات تخليهن ببالنا. شنو المعوقات اللي راح تواجهني بالمور ميثود؟ اول وحده allowable pH range is 6.5 to 10. ال pH لازم يكون بين 6.5 الى 10. ليش؟ لانه below 6.5 اقل من 6.10 there is an increase in solubility of silver chromate. ورا اقل من 6.10 السيلفر كروميت اللي يطاني الريد كلر راح يبدي يذوب اكثر ويبدي يقلع عندي، يعني الصبغه تكون غير مستقره، راح يتفكك ويذوب اكثر. هذا من هو السيلفر كروميت. Above pH 10 اذا ال pH اكثر من 10 يعني المحلول راح يصير قاعدي قوي. The end point come too late. انت راح تتاخر عندي النقطه النهايه. And silver hydroxide is also precipitated. وراح يتكون عندي راسب ثاني أنا ما أريده اللي هو من الشوائب اللي هو عبارة عن السيلفر هيدروكسيد. ولهذا لازم تكون عند pH من 6.5 إلى 10. ثلاثة. If the solution is alkaline, الالكلين يعني شنو؟ يعني above 10. Make it acidic with nitric acid. إذا المحلول قاعدي راح نضيف له حامض حتى يكون بين 6.5 وبين 10. وإذا كان المحلول حامضي اللي هو neutralize it by adding sodium bicarbonate، راح نحط له قاعدة بحيث نحافظ على pH مالته
بين الستة ونص وبين العشرة. In reverse titration, iodide and bromide cannot be titrated. يعني بالمور ميثود ما أقدر أستخدم البرومايد والأيودايد. هاي نقاط نكتب عليها ونتذكر إن شاء الله. بس قبل ما أعبر المور ميثود الفكرة مالتها أنا أسوي تايتريشن لغاية قياس الكلورايد. قياس الكلورايد من خلال قياس الكلورايد من خلال أنا حطيت بالبيوريت AgNO3 سيلفر نايتريت موجود عندي بالانلايت وكلورايد بالإضافة إلى مادة ثانية وعندي الانديكيتر بوتاسيوم كروميت يتفاعل الاي جي ويا كل السي ال الموجود انتهى عندي اي جي سي ال راسب. بعدها راح الاي جي ان او 3 اللي من البيوريت راح يتفاعل الانديكيتر راح يعطيني ردش كلر صار عندي ان بوينت. هاي خلصنا المور ميثود. زين شنو المور ميثود؟ عبارة عن تايتريشن لبيوريت بي اي جي ان او 3 الانالايت مادة انا اريد اسوي لها اناليسز تحتوي على كلورايد بالاضافه لانديكيتر انا خليته اللي هو بوتاسيوم كروميت. راح يجي الاي جي ان او 3 السيلفر نايتريت من البيوريت يتفاعل ويا كل الكلورايد سوى لي اي جي سي اسيد خلصت منه. راح اظل استمر بالتايتريشن الاي جي ان او 3 خلص الكلورايد راح راح تتفاعل ويا من ويا الانديكيتر اللي هو البوتاسيوم كروميت. الثاني سيلفر كروميت هو هاي الماده عباره عن ماده يعني شبه ذائبة بالماء تطين رادش كلا. زين الطريقة الثانية اللي راح أني استخدمها اللي هو الفولهارد ميثود. فولهارد ميثود هس أنا بعدني بالبريسيبيتيشن تايتريشن أخذت الأولى اللي هو المور ميثود الثانية اللي هي الفولهارد ميثود. فولهارد ميثود فولهارد ديزاين ذا ميثود أوف استيميشن أوف سيلفر أيون. هس ريش شنو الكلورايد ذي شرين نسميها استيميشن للكلورايد. هاي استيميشن للسيلفر أيون إن ديلوتد أس سوليوشن by titrating against a standard thiocyanate solution in the presence of ferric salt اللي هو ferric ammonium sulfate as indicator. يعني بالVolhard method راح يكون عندي الانالايت اللي هو الموجود بالconical flask الـAgNO3 الموجود بالفيوريت هو عبارة عن standard thiocyanate بوجود الانديكيتر مات اللي هو فرق امونيوم سلفيد. هاي اللي هو المكونات اللي راح استخدمها بالفولهارد ميثود. اول ما اكتشفوا الفولهارد ميثود هي عباره عن ميثود لقياس السيلفر ايون. بعدين تطورت اللي هو extended to estimate chloride, bromide and other several analyses. حتى المواد اللي هسه قلنا عليها limitation بالمر ممكن استخدمها واحسبها بالفولهارد اللي هي الكلورايد والبرومايد كلها ممكن استخدم بيها الفولهارد. يعني هسه شنو بالبيوريت؟ بالبيوريت عندي ثيوسيانيت بالكونيكال عندي الاي جي ان او 3 السيلفر نايتريت والعامل والانديكيتر مالتي اللي هو فرق امونيوم سلفيت اللي هو هذا راح يعطيني الكلر بعدين. هذا من انا عندي الاي جي ان او 3 سيلفر نايتريت ويا الثيوسيانيت الثاني اي جي اس سي ان. هذا اللي هو هنا هذا الراسب مالتي السيلفر سيانيت.
الخطوات البريسيبيتيشن، خطوات الترسيب اللي راح تصير بالفورهاد ميثود هي ثلاثه. الخطوه الاولى in this method the precipitate of silver chloride is filtered. يعني اول شيء راح يصير عندي silver chloride AgCl راح اللي هو filtered، راح نسوي له filtration وراح نتخلص منه حاليا ما نريده. And the filtrate is titrated. يعني انا عندي صار عندي AgCl راتب صفيته، ال AgCl مارته والفلترد فلترد راح ارجع ارجعه بالكونيكال فلاسك على اعتبار انه انالايز، وراح اسوي له تايتريتد وذ ذا ستاندرد ثيوسيانيت، احط بالبيوريت ثيوسيانيت سوليوشن والفرق امونيوم سلفيت هو عندي الانديكيتر مات. صارت عندي ثلاث شغلات: at the end point a permanent red color is produced، راح يكون عندي لون احمر غامق دائم، هو عباره عن الفرق ثيوسيانيت. هم نفس الشيء اللي اريد انا تعرفوه من الفولهارد ميثود. الفولهارد ميثود عباره عن اللي هو ثيوسيانيت موجود بالبيوريت، اللي موجود بالانالايت بهالايد اللي هو ممكن كلورايد برومايد او سيلفر، راح اسوي تايتريشن، كل الاي جي راح تتفاعل ويا الثيوسيانيت NH4Cl AgNO3، هذا حاليا عندي ويا الانالايت. الثاني ال AgCl، ايش قلنا ال AgCl نسوي لها filtered off راح نتخلص منه. الناتج مالتي excess AgNO3، ال AgNO3 الباقي ويا الثيوسيانيت اللي من البيوريت راح يعطيني silver cyanate، هذا عندي the precipitate الراسب. هسه هنا خلصت كل ال AG، خلصت هنا كل السيلفر. الثيوسيانيت ويا من راح يتفاعل؟ راح يتفاعل ويا الانديكيتر، الانديكيتر مالتي هنا عبارة عن فرق امونيوم سلفيت. فرق امونيوم سلفيت راح يعطيني فرق ثيوسيانيت اللي هو هذا عبارة عن الريد كلر، من راح يتكون عندي اشارة الى الاند بوينت واشارة الى انتهاء التفاعل. اذا فولهارد ميثود انا استخدمت انه هو ذني ثلاث شغلات. بالبيوريت عندي ثيوسيانيت، الوسط يكون حامضي اسيدك ميديم، واي جي ان او 3 موجوده ويا الانالايت، والانديكيتر مالتي هو عباره عن الفرق امونيوم سلفيت. تقريبا واضحه؟ تمام. هسه انا حتى لو اقعد اكتب لكم اياها كتابة بايدي واسوي تايتريشن راح تكون اوضح اكيد، بس حاليا هاي المحاضرة خلت تكون عندكم فكرة عامة عنها. بخير وسلامة، يخلص الميد نعيدها بتفصيل. كم طريقة احنا اخذنا هسه بالبريسيبيتيشن ريأكشن؟ كم طريقة أخذنا بالبريسيبيتيشن ريأكشن لحد الآن؟ دكتور اثنين. هي منو؟ البولهارد وال المور ميثود والبولهارد ميثود، كلش تمام. دكتور ذني المعادلات حفظ له لا؟ لا حاليا ذني مو حفظ، هاي بس على مود انت تفتهم، لان هو تايتريشن راح يصير ك يعني جزء كامل قبل انت قاعد تنزل راح يصير بريسيبيتيشن ويتغير اللون. هذا هنا نفصل لك اياها كيميائيا ايش دا يصير في كل مرحله من المراحل. زين، الطريقه الثالثه اللي هي فيجنز ميثود.
adsorption indicator is used. شنو ال adsorption؟ ها طلاب ال absorption شنو؟ من يصير absorb. absorb شنو معناته؟ اختصاص دكتور؟ لا، اللي هو الابزوربشن، الابزوربشن عبارة عن امتصاص. الابزوربشن امتصاص. زين، الادزوربشن هم سامعين بي؟ اللي هو شنو؟ ايه دكتور، خدناها بالباية. لا لا لا، هذا هسه قدامنا بالشارع، هذا هسه قدامنا بالشاشة. اي بي ادزوربشن مو اي بي ابزوربشن. تمام، هذا شي يسموه الامتزاز. لا، هذا يسموه الامتزاز. مر عليكم سابقا بالفيزياء؟ تمام. الادزوربشن حتى نختصر الوقت هو الامتزاز. الامتزاز عبارة عن التصاق المواد على السطوح. الابزوربشن هو الامتصاص، يعني راح يفوت للداخل. اكو مثال كل شيء هو نضرب به اللي هو الاسفنجة. الاسفنجة اذا خلي المي راح يصير ابزوربشن للمي، المي بعد ما نشوفه يصير بالداخل. ولكن اذا نحط صبغ او نشارة او اي شيء ثاني، وين راح يكون؟ راح يكون على الخارج، اللي هو راح يصير adsorption امتزاز. فالفرق انه الادزوربشن هو امتزاز او يعني الالتصاق، الالتصاق، والابزوربشن هو الامتصاص. زين، بالفيجنز ميثود الفكرة بالانديكيتر. الانديكيتر اللي راح اخليه هنا هو راح يصير adsorption للadsorption على البريسيبيتيت. مثلا صار عندي AGC او البريسيبيتيت، هذا راح ما راح يكون لي مركب ثاني. هسه قبل شوي مثلا من اخذنا راح يستمر، راح يتكون لي مثلا سيلفر كروميت. سيلفر كروميت والتاتينون. لا، هنا الانديكيتر ما راح يتفاعل ويكون لي غير مركب. الانديكيتر راح يصير التصاق adsorption on surface of the molecule of precipitated molecule. المواد اللي سويناها precipitation، اللي صارت precipitation راح يجي يلتصق على السطح الخارجي له. هسه راح نشوف شلون. زين، the action of these indicators are based on the simple fact that the endpoint indicator get adsorbed by the precipitate. ال endpoint هنا شلون راح اعرفها؟ انا عندي المواد مال الانديكيتر راح تلتصق عندي بالمولكيو، وراح تتغير لي، راح تعطيني لون ثاني مختلف. بهاي اللحظه انه انا عرفت انه صار عندي اند بوينت للتفاعل. change in color of indicator will take place which may result in a substance of different color. اذا بعد ما تسقط هاي الانديكيتر يلتصق عندي بالبريسيبيتيت، راح يعطيني ماده ثانيه بلون ثاني. يعني الفيجنز الفكره البي انه الانديكيتر مالته يعاني ادزوربشن مو يعاني تفاعل. تمام؟ تمام دكتور. الانديكيتر هنا راح يجي يتسق على البارتيكل، على المولكيول، وراح يغير لي لون المركب وبالتالي لون السوليوشن، اللي من خلاله استدل على انه صار انا عندي اند بوينت. زين، limitation of precipitation titration. هسه الليميتيشن يعني العواقب اللي راح تواجهني بكل البريسيبيتيشن تايتريشن، اللي هي واحد a few number of ion can be titrated. يعني انا اقدر استخدم عدد قليل
من الايونات اللي تدخل عندي في تفاعلات الترسيب precipitation reaction. A few number of ions such as halide ion اللي هو chloride, bromide, iodide can be titrated. Number two, co-precipitation may be occur. Number two, يعني ممكن أنا تتكون عندي رواسب ثانية بالإضافة إلى الراسب الرئيسي، وهذا بالتالي يغير لي قسم من الخواص ويأثر لي على القياسات مالتي. إذن co-precipitation may be occur، ممكن أنا يصير عندي أكثر من راسب. It is very difficult to detect the end point. بالتايتريشن on the end point، الاند بوينت اللي هي عندي راح يتغير اللون، ولكن هو فعليا ايش وقت انتهى التفاعل وايش وقت تفاعل كل الانالايت وايش قد نزل فوقه من التايتريشن وتفاعل وياه بصعوبة ممكن نقيسه. هاي limitation of a precipitation titration اللي هي limitation لكل precipitation. هاي هنا مطينا فد شيء او توضيح بسيط للadsorption indicator. الadsorption indicator هو الindicator اللي يلتصق على سطح المولكيول ويغير لي الخاصه مال الخاصيه راسب التفاعل. At the equivalent point the indicator is adsorbed by the precipitate and during the process of adsorption a change occur in the indicator. اذا من يوصل عند التفاعل للequivalent point الانديكيتر راح يعاني من adsorption، راح يلتصق على الجدار الخارجي للprecipitation. This change lead to a substance of different color. هذا التغيرات وهذا الالتصاق صار راح يعطي لي مادة بلون مختلف. شنو هي الادزوربشن انديكيتر؟ ممكن فلوريسنس، ممكن ايوسين، ممكن تترازين، وممكن اللي هو رودامين. ذني المواد اللي انا ممكن استخدمهم في الفيجنز ميثود بالتايتريشن على مود انه احسب كميه معينه استدل عليها من خلال تغيير اللون اللي صار عندي. Example of adsorption indicator اللي هو مثلا fluorescence important dye with the phthalene group it is rapidly decomposed by light. ما اريدكم تحفظون اكثر من الاسامي. Adsorption indicator ممكن عندي fluorescence الدايكلورا الايوسين والفينوسيفارين والفينوسيفرانين والدايفينيل كاربازون. ذني مواد انا ممكن استخدمهن از adsorbent indicator. بس اذكر الفرق بالadsorbent ما راح يصير عندي تفاعل وياهن، من راح يصير chemical equivalent هي راح تجي تلتصق على جدار المواد اللي انا رسبتها. زين هسه هاي اللي هي نبذة عن المحاضرة مالتنا اليوم، ومثل ما اتفقنا ان شاء الله انا اكتب لكم اياها كتابة ايد توضيحية اكثر، ونحاول نرحم عليه في الفيديو نوضح لنا اللي هي الطرق الثلاثة. احنا لو الامور مش عدل بخير وسلامة كان الاسبوع السادس او الخامس انه عندنا مور ميثود نشتغلها، بس يعني مدى تمشي الامور بالاتجاه الصحيح. ارجع واقول هاي المحاضرة هاي ما داخلة بالميد، نرجع ان شاء الله نتواصل عليها ونشرحها بعد انتهاء الميد مالتكم. تمام طلاب؟ تمام دكتور. زين نزلت لكم بالمنصة شفتوها هاي مو طلاب؟
دكتور المنصة ماكو شيء يشتغل بها يعني وين ما تدخل يطلع لك مكتوب بس الكورس الأول و اي دكتور ما يفتح كل شيء ما يشتغل. لا هاي البارحة بس دقيق هاي البارحة مو طلاب. لا دكتور اليوم لا الحل هسه والله بقى قبل لا افوت هاي المحاضرة اتصل ويا دكتور حد لا نفس الشيء زين بقى تعرف شنو دكتور عمر يقول حاليا عندهم تحديث للمنصة ويا جوجل فحتى هذا الخلل اللي صار الصبح قال انه جوجل ما سمحت لنا بهالقد جروبات فاللي صار انه انقسمت الجروبات شفتوا قسمناكم لانه كان ما حد يقدر يشوف ولا حد يقدر يسمع